وينضم إلينا عبر خدمة سكايب من الخليل ضيفنا عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد عادل، أهلا بك أولا على شاشتنا. بالنظر إلى أسباب التأجيل وعمق الخلاف داخل حزب الليكود، كيف ستخرج الحكومة الإسرائيلية للنور؟ يعني بداية مساء الخير. ثانيا، المسألة لا تتعلق فقط بخلافات داخل حزب الليكود، وإن كانت خلافات قوية وتعكس يعني بداية لما وصفه البعض بتمرد من قيادات تاريخية وقوية داخل حزب الليكود على بنيامين نتنياهو، وخاصة بني بيجن وأفي ديختر رئيس جهاز المخابرات العامة سابقا، ثم انشقاق يمينه حلفائه الأيديولوجيين جماعة نفتالي بنت وأيلت شاكيد، وبالتالي هنالك تصدع وشقوق واضحة في معسكر القومي في إسرائيل اللي بيزعموا نتنياهو والليكود وفي داخل حزب الليكود. واضح أنه سبب هذه الأزمة أنه نتنياهو من أجل كسر جماعة أزرق أبيض كحول لبان وإرضاء بني جانتس، أعطى كل أعضاء الكنيسة من جماعة جانتس كل واحد حقيبة وزارية، وبالتالي لا يمكن إرضاء قاعدته العريضة في داخل حزب الليكود أولا ثم معسكر يعني معنى هذا الكلام يا سيد عادل أنه لا يستطيع إرضاء الجميع خاصة داخل حزب الليكود، ومن ثم هل تتوقع تأجيلا آخر بعد يوم الأحد؟ يعني أعتقد أنه مصلحة نتنياهو باتجاه ترتيب الليكود أولا، ثم ترتيب إقناع يمينه ومعسكر اليمين. نتنياهو يعني وصف الكثيرين من المراقبين بالشأن الحزبي داخل الليكود وداخل اليمين بشكل عام، أنه حين يتعمد بتجميع مجموعة من الكومبارس أعضاء الكنيسة من الليكود الضعفاء جدا حوله واستثناء قادم مهمين بالليكود، إنما يريد أن يبقى سيد على الجميع وأن يستثني ويفكك هاي القوى المركزية. طيب، في ضوء هذه الرغبة في السيادة وهي دوما عند بنيامين نتنياهو، ما الذي تنويه الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين؟ وهنا تأتي أهمية اجتماع أبو مازن يوم السبت، القرار التاريخي إذا أعلن عن الضم. يعني واضح أننا أمام حكومة من أخطر الحكومات بتاريخ إسرائيل، ولا أبالغ إن وصفتها بالحكومة الأكثر خطورة منذ العام 48 لأكثر من سبب. نحن أمام حكومة قاعدتها أكثر من 73 عضو كنيسة، تضم اليمين القومي واليمين الديني والنخبة العسكرية، والأخطر إنه التيار الديني اليميني والتيار العلماني القومي أصحاب المواقف المتطرفة، جماعة ليبرمان كتيار علماني قومي وجماعة نفتالي بنت كجماعة الدين المتطرف وجماعة المستوطنين بقوا خارج الحكومة، بالتالي سيدفع وجودهم خارج الحكومة أن تكون الحكومة أكثر تطرف اتجاه اتجاهنا احنا بالذات كفلسطينيين. بالتالي الحكومة القادمة الحكومة الأخطر على العرب والفلسطينيين، وكل الاحتمالات والسيناريوهات واردة. وما هو ما يضع أبو مازن ربما في مأزق الآن، وثمت قرارات جدية. شكرا جزيلا، ضيفنا عبر خدمة سكايب من الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. شكرا جزيلا يا سيد عادل.